السلام عليكم. إسرائيل بدأت بالإعداد بشكل خطير لحرب مباشرة ضد حزب الله اللبناني، وذلك من خلال تحريك أكبر فرقة عسكرية في الجيش الإسرائيلي على الإطلاق باتجاه جنوب لبنان. تفاصيل هذا الأمر نشرت من كافة الأوساط الإسرائيلية بالإضافة إلى مواقع مهمة مثل أوسن ديفندر وغيرها من المصادر التركية والعالمية بشكل عام. وهذا التطور هو يأتي مباشرة بعد قرار صادر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثت عن تفاصيل هذا القرار وعن تصريحاته الأسوشيتد بريس، وعاد يتحدث عن نفس هذه المسألة مع الاي بي سي نيوز الأمريكية، وهو يتحدث عما يخطط القيام به باتجاه رفح في قطاع غزة. الذي قام به هنا بنيامين نتنياهو بأنه قال بأنني أعطيت الأوامر للجيش الإسرائيلي المنتشر طبعا في هذه المنطقة وحول رفح بأن يقوموا بإعداد خطة، وذلك من أجل إجلاء المدنيين المتواجدين في رفح، وذلك من أجل الإعداد لاقتحام مدينة رفح بالكامل. وبعد ذلك جاءت الأنباء لتتحدث بأن هذه الخطة أصبحت جاهزة، وبدأ الجيش الإسرائيلي وينتظر الجيش الإسرائيلي في حقيقة الأمر للضوء الأخضر للبدء بهذه العملية باتجاه رفح. وفعلا هنالك قصف مكثف ومتصاعد من قبل الجانب الإسرائيلي على رفح، بالإضافة إلى أن الجيش المصري بشكل عام بدأ يحشد قطعاته بشكل مكثف على الحدود، وذلك لأنهم لا يريدون من حدوث السيناريو الذي لا تريده مصر نهائيا وكانت متخوفة منه منذ بدء أحداث قطاع غزة، ألا وهو نزوح هؤلاء المدنيين المتواجدين في قطاع غزة بشكل قسري باتجاه جمهورية مصر العربية. ولا بد من الانتباه بأن إسرائيل أكثر من شهر ونصف تقريبا تقدمت من معبر كرم سالم بهذا الاتجاه وسيطرت تقريبا على هذه المنطقة، وبدأت تتحدث إسرائيل بأنها ستتقدم باتجاه محور فيلادلفيا بهذا الشكل لتقطع وتعزل رفح عن جمهورية مصر العربية، ومن ثم تكمل السيطرة على هذه المنطقة بالكامل. وبنيامين نتنياهو هنا يتحدث قال ببساطة بأننا لن نترك رفح موجودة بهذا الشكل ومتروكة بهذه الطريقة، وذلك بسبب أن عملية السيوف الحديدية التي جاءت ردا على طوفان الأقصى أي 7 أكتوبر هي تهدف للقضاء على حركة حماس والفصائل الفلسطينية الموجودة في هذه المنطقة، وبالتالي ترك رفح يعني ترك ملاذا لحركة حماس، وعلى هذا الأساس نحن مضطرون للتقدم لهذه المنطقة ولن ننتظر أبدا ولن ننتظر أحدا نهائيا. وهنا المشكلة الحقيقية بأن عدد المدنيين هنا كبير للغاية، المدنيين من المواطنين الفلسطينيين الذين يتواجدون في الشمال ووسط قطاع غزة وفي خان يونس وفي بني سهيلة كلهم نزحوا تقريبا باتجاه رفح، وبالتالي نتحدث عن 2 مليون شخص تقريبا هم متواجدين في هذه المنطقة، وأن عملية نزوحهم لن تكون سهلة أبدا بل هي معقدة، وإن كان هنالك أي نزوح بأي شكل من الأشكال يجب أن يكون باتجاه جمهورية مصر العربية، لأن المنطقة لم تعد كافية والمنطقة أصبحت محاصرة والفصائل الفلسطينية تقاتل بضراوة كبيرة للغاية هنا في هذه المنطقة. كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول حل هذه المسألة، وخاصة أن شهر رمضان قادم وعلى الأبواب، هذا الشهر المهم للغاية بالنسبة للعالم الإسلامي، وبالتالي قيام الآن إسرائيل بمثل هذه العملية سيعتبر استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين بشكل عام، خاصة وأن مرشحة مثل هذه العملية أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط العديد والعديد من المدنيين في رفح، إما إن دفع إسرائيل فعلا ولم يتبقى إلا الضوء الأخضر للتقدم باتجاه رفح. وهذا هو الذي عقد المسألة بأكملها على الجانب العالمي، على العالم بأكمله مما ممكن أن يحدث هنا، وهذا هو الذي صعد مما هو قادم من قبل حزب الله اللبناني تحديدا في جنوب لبنان. فكانت هنالك زيارة مهمة للغاية لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تزامنت مع هذه التطورات التي نتحدث عنها، فهو جاء مباشرة إلى لبنان، التقى بالعديد من المسؤولين من الحكومة اللبنانية ومع السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، وتحدث عن تصريحات مهمة، وقال بتصريحات مهمة للغاية بأن إيران لديها تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحذر بنيامين نتنياهو من الاندفاع مباشرة تجاه رفح، وذلك لأن هنالك قد يكون تصعيد كبير في هذه المنطقة. ومباشرة بعد هذه التصريحات جاءت الصواريخ قادمة من حزب الله اللبناني باتجاه الشمال.
الاحتمال الإسرائيلي بالعديد واتجاه العديد من المستوطنات الإسرائيلية والنقاط العسكرية الخاصة بالجيش الإسرائيلي المتمركز بهذه المنطقة. وفعلا جاءت عشرات الصواريخ، نتحدث عن 60 صاروخا انطلقت بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وظهرت المنظومات الدفاعية منظومة القبة الحديدية وهي تتصدى لهذه الصواريخ. وبعدها طبعا إسرائيل قامت بالرد مباشرة كما تلاحظون هنا على النبطية وعلى عدد من النقاط في جنوب لبنان. وأيضا نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بعض اللقطات لتصعيد كبير على عمق جنوب لبنان، وليست فقط النقاط الحدودية الموجودة في جنوب لبنان. لكن هنا إسرائيل انتبهت بأن الأمور ستتصاعد مع تفكيرها وتخطيطها للتقدم باتجاه رفح، ولهذا السبب هم اتخذوا قرارا واضحا بإرسال أكبر فرقة عسكرية في الجيش الإسرائيلي وهي فرقة جعاش للتقدم مباشرة باتجاه شمال إسرائيل وجنوب لبنان. نتحدث هنا عندما نقول جعاش هنا بمعنى أنها فرقة الغضب، هذا هو الاسم الخاص بهذه الفرقة الإسرائيلية. وهذه الفرقة أساسا هي تقاتل وسط قطاع غزة، أي باتجاه دير البلح، مخيم النصيرات، مخيم البريج. الآن قاموا بسحبها وإرسالها مباشرة إلى شمال إسرائيل وباتجاه جنوب لبنان، مع الاستمرار بعمليات قصف مكثفة باتجاه العاصمة السورية دمشق وما هو حول العاصمة السورية دمشق، في الضغط ومن أجل الضغط على الفصائل المسلحة المقربة من إيران، مستشاري الحرس الثورية الإيرانية الموجودين في هذه المنطقة، ومع تكثيف الضربات طبعا باتجاه حزب الله كما نتحدث هنا. فهنالك حسابات إسرائيلية كبيرة مما هو قادم في هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي الآن ما هو منتشر في هذه المنطقة هو عبارة عن جيش الاحتياطي بشكل عام، يحافظون على قواعد الاشتباك مع حزب الله اللبناني. هذا هو الشمال الإسرائيلي، وهنا طبعا الجنوب اللبناني. هذه الفرقة التي نتحدث عنها هي فرقة قتالية هجومية متمرسة على القتال وعلى سيناريوهات مثل هذا القتال تحديدا ضد مثل هذه القوة، تمتلك أنفاقا، تمتلك إمكانيات عالية للغاية، وهي أيضا كانت تقاتل في قطاع غزة بمهام مهمة للغاية، وبالتالي هذه الفرقة متمرسة ومتمرسة للغاية. والمشكلة الإسرائيلية هنا، تتحدث إسرائيل منذ فترة وهي لا زالت تتحدث عن هذه المسألة، عن قضية القرار 1701، قرار الأمم المتحدة أو قرار مجلس الأمن الدولي بعد حرب لبنان الثانية تحديدا. كان هنالك هذا القرار الذي تحدثنا عنه، والذي نص ببساطة أن يكون حزب الله اللبناني خلف هذا النهر وهو نهر الليطاني على مسافة 10 كيلومترات، وأن يكون الجيش اللبناني هو المنتشر في هذه المنطقة، وبالتالي لن تكون هنالك أي اشتباكات أو تصعيد، وبالتالي حل سياسي واضح لكل هذه المشكلة. الذي جرى هنا بأن حزب الله لم يلتزم بهذه المسألة، بل إن ما حدث هو العكس، هو الذي مسك الحدود، وكذلك أن هنالك فصائل فلسطينية من كتائب القسام نعم موجودة في جنوب لبنان، هي التي تقوم بالعديد من العمليات على العمق الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل هنا لديها مشكلة حقيقية، لأن هنالك الكثير من الأمور التي تتحقق ضدهم، واحدة منها أن هنالك ما يقارب 150,000 مدني إسرائيلي لم يعودوا متواجدين في هذه المنطقة بأكملها، وبدأوا يعدون للعديد من السيناريوهات مع إرسال هذه الفرقة التي نتحدث عنها، السيناريو الدفاعي، السيناريو الهجومي، ورفع حالة التأهب للدخول بحرب مباشرة مع حزب الله اللبناني. لأن إسرائيل حاولت بالحديث مع المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، قالوا لهم بأننا نريد قرار 1701 أن يطبق، أي أن ينسحب حزب الله اللبناني خلف النهر الليطاني وأن يأتي الجيش اللبناني، وبالتالي تتوقف كل هذه المعادلات التي نتحدث عنها. لا طريق أبدا لهذه المسألة، وحزب الله مستمر بإطلاق الصواريخ بشكل مكثف على العمق الإسرائيلي، وإسرائيل أصبحت في موقف يبدو بأنها غير قادرة عن تفاديه، بأنها هي مضطرة من تدخل مباشرة إلى هذه المنطقة لدفع حزب الله اللبناني طبعا على مسافة 10 كيلومترات خلف هذه المنطقة بالكامل ونهر الليطاني. وبالتالي هذه هي المعادلة التي تتحدث عنها إسرائيل، لكن هذه مسألة معقدة جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. فالأوساط الإسرائيلية تتحدث أن هذه المعركة لن تكون سهلة أبدا على إسرائيل، وذلك بسبب أن حزب الله اللبناني يمتلك ترسانة صاروخية كبيرة، ممكن لحزب الله أن يطلق من 2500 إلى 3000 أو حتى 5000 صاروخا في اليوم الواحد، ولمدة أشهر، لأشهر يوميا يطلقون هذه الكمية من الصواريخ.
التي تتمتع بالعديد من المديات، المديات ممكن أن تضرب الحدود، ممكن أن تضرب وسط شمال إسرائيل وكذلك أبعد نقطة موجودة في شمال إسرائيل، وهذه الضربات ممكن أن تشكل تحديا خطيرا بالنسبة للمنظومات الدفاعية، منظومات القبة الحديدية وأي منظومات أخرى بسبب العدد الكبير والهائل لهذه الصواريخ، وكذلك أن الطائرات المسيرة الخاصة بحزب الله اللبناني هي متقدمة وخطيرة للغاية وممكن أن تشكل تحديا للمنظومات الدفاعية وأن تستهدفها، وحتى ممكن استهداف البنى التحتية العسكرية للجيش الإسرائيلي مثل المستودعات على سبيل المثال للصواريخ التي تستخدم لإسناد المنظومات الدفاعية أو الخاصة بالجيش الإسرائيلي، ممكن لهذه كلها أن تستهدف بالطائرات المسيرة والكم الهائل من الصواريخ. وكذلك لا بد أن لا ننسى فرقة الرضوان وهي قوات النخبة في حزب الله اللبناني، مع هذا الكم الهائل من الصواريخ ممكن لها أن تقوم بعملية اقتحام وتسلل سريعة بإنزال قد يكون بنفس الطريقة التي قامت بها حركة حماس في 7 أكتوبر، وهي تأتي من خلال هذه المظلات المزودة بالمحركات فجأة لتقوم بواحدة من الاستهدافات التي تقوم بها للتقدم. طبعا فرقة الرضوان مباشرة لتصبح موجودة في عمق الخليل هنا على سبيل المثال، بينما إسرائيل تحاول التقدم بهذا الاتجاه على سبيل المثال إلى جنوب لبنان، وبالتالي ستؤدي هذه المسألة إلى ضرر كبير بالنسبة للجانب الإسرائيلي. ويجب أن نتذكر أن إسرائيل لم تنتهي من الحرب في قطاع غزة، أزال هنالك استنزافا يجري على كافة مناطق قطاع غزة، وسط قطاع غزة وشمال قطاع غزة، لازالت الأنباء تتحدث بأنها مستمرة المعارك هناك، وأيضا حتى في خان يونس، في بني سهيلة، رفح، هنالك الكثير من القتال الموجود والموارد التي قد تحتاجها إسرائيل فعلا لكي تخوض مثل هذه الحرب المعقدة. وهنا الولايات المتحدة ستكون مضطرة للدخول بهذا الصراع، وهذا يعني بأننا أمام حرب إقليمية كبيرة محتملة إن ما دخلت إسرائيل بهذه المعركة بشكل مباشر، لأن المسألة أصبحت محرجة ومحرجة للغاية، وإسرائيل تركز تماما على استهداف الفصائل الفلسطينية كتائب القسام تحديدا حماس الموجودة في جنوب لبنان، هي مستمرة في عملية اغتيال قادتها، وكان هنالك استهدافا خطيرا قد جاء باتجاه صيدا في 24 ساعة الماضية، وسنلاحظ أن هنالك تصويرا حاضرا لطبيعة هذا الاستهداف، عملية اغتيال بضرب هذه العربة كما تلاحظون محاولين استهداف أحد أهم القيادات الموجودة في جنوب لبنان من الفصائل الفلسطينية الذي يقوم بعملية التجنيد لتقوية الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة. وهنا الحديث بأنها جاءت في جدرة وتحديدا في صيدا، في منطقة جدرة في صيدا، وبالتالي إذا ما لاحظنا نحن لسنا أمام الكثير من العلامات، لكن ما هو مهم هي محطة الوقود توتال الفرنسية موجودة هنا من خلال العلامة الخاصة بها واللوجو الخاص بها، هذه مسألة مهمة. تلاحظ هنا منطقة ترابية، منطقة مزروعة، شجرة واحدة مميزة هنا، وكذلك خلف علامة توتال التي نتحدث عنها سترى بأنك أمام شجرة مميزة للغاية على شكل نخلة، كذلك تلاحظ أن هنالك تصميما مميزا هندسيا في هذا المبنى وفي هذا المبنى كذلك. وبالطبع نحن أمام هذا الشارع ومجموعة من الأشجار المهمة، لنتجه مباشرة إلى صيدا لكي نحاول أن نتأكد من هذه التفاصيل ونرى كيف إسرائيل نفذت هذه العملية. سترى بأننا هنا أمام صيدا، أين هي جدرة يا ترى؟ لنتقدم قليلا وسترى بأن جدرة موجودة هنا، منطقة بسيطة صغيرة وهنالك شارع عام خاص بها، وإذا ما بحثنا عن محطات التزود بالوقود سنلاحظ أن محطة توتال موجودة هنا تحديدا، هذه المحطة وهذه القطعة الخاصة بها. إذا لنتقدم قليلا أو نقوم بالهبوط، وكأننا نحن من صور هذه اللقطة، نفس اللقطة تماما التي ظهرت أمامنا، وسنلاحظ بأننا منطقة ترابية، منطقة مزروعة، هذه الشجرة وهذه نفس العلامة للقطعة، هذا والظل الخاص بشركة توتال أي تزود الوقود هنا، وهذه هي الشجرة على شكل النخلة التي تحدثنا عنها، تصميم مميز هنا، هذا هو جزء من المبنى الذي كان ظاهرا، الشارع، الأشجار. إذن العربة كانت قد استهدفت هنا من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية من أجل اغتيال قادة مهمين أو عنصر مهم حقيقة من الفصائل الفلسطينية يعمل
بشكل كبير في هذه المنطقة. واضح الطائرات المسيرة الإسرائيلية كانت في البحر المتوسط عندما قامت باستهداف هذه السيارة. وتحدث أحد المسؤولين الإسرائيليين للواشنطن بوست عن هذه المسألة وقال الآتي: إن الغارة في صيدا كانت ضد المسؤول في حماس باسل صالح أو باسل الصالح أيضا الذي أصيب فيها، لكنه لم يقتل، بالتالي العملية نوعا ما فشلت، والأمور قد تكون خطيرة للغاية خلال هذا الأسبوع وخلال الأسبوع القادم بسبب كل هذه التطورات. وإسرائيل قد تندفع بأي لحظة لأسباب قد تكون أيضا مرتبطة بالوضع السياسي لبنيامين نتنياهو.